هذه السيارة تم تحويرها من قبل الشاب عبد الرحمن البشير داخل جراج منزل خاله في مدينة سامراء، إذ تمكن من تحوير سيارة من نوع أوبل فيكترا إلى شكل احترافي ونفذها وحده. قبل فترة صنعت سيارتين، اللي الكلاسيك اللي هو شيري شابلن سمته، الثاني كاترهام لشركة لوتس كاترهام 7. الحمد لله طولت عندي فترة كملتهن، ورا فترة انه حبيت اتغير نفسي، اطور نفسي بهالموضوع، حبيت اغير بشكل الموضوع اللي اشتغلته، بدلشت بهاي السيارة. هاي السيارة موديل اوبل فيكتور 92، حبيت اغير شكلها انا للأمانة بشكل موديل قديم. نميت فكرتها من معظم السيارات العالمية اللي لامبورغيني البوغاتي الفيراري. يقول عبد الرحمن إن هذه الموهبة اكتشفها بنفسه، حيث احتاج إلى 4 أشهر فقط لإعادة هيكلة سيارته القديمة موديل 92 وتحويلها إلى شكل جديد وفقا لمواصفات عالمية. نسبة التحوير للسيارات البداية بنبلش عليها من الصفر. أنا صنعت الشاصي، قواعد المحرك، الماكينة اللي هي طبعا أنا ما صنعت الماكينة، الماكينة اللي اشتريتها من السوق كملتها. هاي بالنسبة للسيارة تحويلها نقول 90%، ممكن نقول 90% حتى ممكن كل شيء تغيرت. بقيت القمارة رقم الشاصي، البدنة ما قدرت ألعب بهن مرور هالحالة. الشاب عبد الرحمن تمكن اليوم من وضع بصمته وحده في صناعة السيارات التي بدأ هواة كثر في عموم العراق يبرعون فيها. ليست المرة الأولى التي يتمكن فيها عبد الرحمن من صناعة السيارات، فهذه السيارة الثالثة له من صناعته، حيث وصل سعرها إلى 30,000 دولار. من سامراء، محمد السامرائي، يو تي في.